يعني انا اتقال لي لو عزموكي في الجونه هتروحي؟ قلت لهم لا. يعني انا سكت شويه كده، الكلمه صدمتني، قلت لهم لا، انا بقى بعرف العب الكومي لكن شلح لا. قصص غريبة وشيقة في مسيرة فنية طويلة مشيتها الفنانة الراحلة رجاء حسين، سابت فيها بصمات كتير في الوسط الفني، سواء بأعمالها الفنية أو حتى حياتها بعيد عن الكاميرا. وبالرغم من إنها كانت دايماً بعيدة عن الأضواء ومش بتحب الظهور التلفزيوني، إلا إن حياتها كانت فيها مواقف غريبة ومفاجأة في نفس الوقت. أنا مريم مجدي وهقول لكم شوية من المواقف دي في الفيديو ده. يمكن من أغرب المواقف في حياة الفنانة رجاء حسين كان دخولها العمل الفني، وإنها دخلت الوسط الفني بالصدفة البحتة. وقالت الفنانة رجاء حسين عن دخولها العمل الفني إنها كانت في مدرسة ثانوي في طنطا، وكانت زميلتها بطلة لعرض مسرحي، واعتذرت عن الدور علشان كانت تعبانة، وفوراً دخلت رجاء لرئيس المسرح وقالت له أنا مذاكرة الدور وحافظاه، وفعلاً أدت هي الدور وكمان أثبتت نفسها والجمهور أعجب جداً بتمثيلها. وبعد المدرسة الثانوي قررت رجاء حسين إنها تدرس التمثيل، وعلشان كانت عارفة إن أهلها هيرفضوا فقالت لهم إنها هتدخل كلية الحقوق، بس هي في الحقيقة قدمت على معهد فنون مسرحية. وبعدها بفترة كلمت عمها علشان يتوسط لها، ولما والدها عرف إنها عملت كده من وراه زعق فيها جداً وقال لها شغل العوالم ده أنا مش عايزه. رجاء حسين كان عندها موقف غريب جدا من أي راجل مربي دقنه، وقالت قبل كده في تصريحات صحفية إنها بتكره أي راجل مربي دقنه وبتحسه مش نظيف. ومن الحاجات اللي كان ليها أثر كبير جدا عليها وعلى نفسيتها كانت وفاة كريم سيف ابنها، وده كان بشكل مفاجئ بهبوط في الدورة الدموية وهو بيسوق عربيته، وده لأن ارتباطها العاطفي بيه كان كبير جدا، لدرجة إنها وبعد موته أعلنت انفصالها عن جوزها بشكل فاجئ كل الناس، خصوصاً إن عدى على جوازها أكتر من 51 سنة. وصرحت ساعتها رجاء حسين وقالت بعد وفاة ابني ما قدرتش أستحمل وأخدت القرار، خلاص اللي كنت خايفة عليه راح، أنا عشت أيام ربنا ما يوريها لحد، وبعد الطلاق حسيت إني انطلقت بعد 51 سنة جواز. وحكت في لقاء ليها في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا إنها تحملت حياتها الزوجية بمشاكلها وصعوباتها ل 51 سنة، وقالت إن السبب الوحيد اللي خلاها مستحملة كل ده كان علشان ولادها وبس. وطبعاً بعد ما ابنها ما مات قررت إن كفاية كده وطلبت الطلاق. ومن المواقف الغريبة اللي مرت بيها رجاء حسين كان خلال استضافتها في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وفي البرنامج ده اتكلمت عن طليقها الفنان سيف عبد الرحمن ومراته المخرجة دينا واصف، وقالت هو طيب ومحترم وعاملني كويس قوي وعمره ما عمل لي حاجة وحشة، لكن خلاص هو اتجوز وزوجته من أحب الناس ليا وهي ست محترمة ومثقفة وصاحبتي. سيف اختار بنت كويسة قوي، سيف اختار ست كويسة قوي، أنا بحبها يا جماعة. وفجأة دخلت عليهم دينا واصف اللي قابلتها رجاء حسين بالأحضان. بنت خالتها. بصي بقى كده، بصي كده دينا. يا حبيبتي لا والنبي عشان خاطر رجاء. لا لا. وطبعا لازم نتكلم عن جملتها الشهيرة عمر البلطجي ما كان نمبر 1 في حياتنا، ده كان رد فعل رجاء حسين لما اتسألت عن محمد رمضان، وكملت وقالت انه عيب اي فنان يطلع على نفسه ألقاب، المفروض يسيب الجمهور هو اللي يحكم عليه. في دور محمد رمضان مين؟ ماله؟ لو عرض عليكي انك انت تمثلي معاه؟ لا 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 لا، لو دور فعلا يستحق انك انت. انا اعتزلت التمثيل، اعتزلته حبيبتي، اشكرك. زائد انها دفعت عن الفنانه سميرة عبد العزيز بعد وصف محمد رمضان ليها بالشحاته، واكدت ان الفنان اخلاق وانها مصدقه سميره سعيد ومكذبه محمد رمضان في نفيه للي عمله. رجاء حسين كان عندها راي قوي وجريء في مهرجان الجونه، وده بعد ما صرحت وقالت انا دعوني للجونه بس ما روحتش لاني بعرف العب كومي ما بعرفش العب شلح. جونه ايه؟ هو في مهرجان في الجونه؟ غير طبيعي، ده حرام ايه اللي بيعملوه ده. وقالت بسخريه عن المهرجانات الفنيه المنتشره اليومين دول، مهرجانات ايه؟ زمان كان في مهرجانات واحترام وابداع وحشمه، اتفرجي على مهرجانات فاتن وشاديه لابسين ايه؟ في احترام ووقار، الناس ما تقدرش تمسك عليهم حاجه، ووصفتهم بانهم ما ينفعش يتوصفوا بانهم مهرجانات فنيه، واخرهم يكونوا عروض ازياء. عمرنا ما سمعنا ابدا ان الفنانين بتوعنا بتوع زمان كانوا بيطلعوا بالطريقه ديت يا بابا. الفنانه رجاء حسين الله يرحمها
مش بس هنفضل فاكرين أدوارها، لكن كمان هنفضل فاكرين مواقفها الجريئة والجدع، وإنها كانت صريحة وحقيقية وما بتخافش من أي حد. لا لا، بشرب دلوقتي وينجز، لما ينصلح حال الفن هتلاقيني رجعت.